يا أنتوني أنت خاطب ما هي؟ ناوي تتجوز. أول شيء ليه عم تعمل بحالك هيك؟ تاني شيء اشتريت شقة بعد ولا؟ أكيد لا. أكيد لا. ليه بس؟ في رخص هاي. في رخص كتير. ما بدي أسترخص. يعني ليه؟ أنا ما بدي أسترخص. يعني بتخاف تجيب. يعني شو بك؟ أدخن شقة هلا شو حقها؟ ماشي. إذا بدك تجيب شيء خارة. ماشي. زبالة يعني بدك تجيب مربع. يعني 200,000 يا خيي. أقول 200,000. ماشي. مين عم بس رخيصة. بنقز السعر بنقز. بتخاف تدفع 200,000 تكون بها شيء. يعني مثلا انا هذيك المره شفت دعايه كانوا حاطين هذا البانو هون بيقول لك الشقه متر قد ايه بس الستارتنج كانت ولا 25,000 اونلي ايه اونلي ايه ات واز ايه هاي تشتريها اجون دو بوش ايه 25,000 اوكي فيها ما فيها ياخذ بخه لا هات هات بعدين ليك اخي الواحد اذا بده يعيش بالاجار هينه اقل من $1,000 بتلاقي اجار حسب وين؟ اها وخلينا نقول شو عرفني هيك نكب هيك كلمه قدمة يا خي قدمة رخيصه هي نسبيا المنطقه ماشي خي اللي عم بفوتوا برومي احلى حياه عم بيعيشوا 5 نجوم برينترز عندهم تليفونات في كلهم بدقوا لطوني خليفه على نشر اخبار عادي بدون رقابه بدون شيء وبيعلق معهم انا من انا وصغير بدق على البروجرامات ما بيعلق معي يعني عندهم بريفيليجز برومي من فعندهم تليفونات روعه فايبر اوبتكس انترنت من مش 3G صاروخ انا رومي شو بدك اكل ولا اروع من هيك ستيكات سوشي بياكلوا بعض يعني بستنتج من حكيك انه الواحد تعرف شو روح عوز حدا اي مان انت ومرتك اوصوا حدا لتفوتوا سوا فوتوا سوا على البيت اما زنزانة بتحط سجادة ويلكم برا مان هوم سويت هوم وروح عيش هونيك جيب ولادك برومي ايه لا انا معه مان رائع بتأمن حالك بعدين زنزانة طالع اذا انت رحت مقبض مقبض يعني انت ما في كونترا على الزنزانة اللي قاعد فيها 100% مقبض لإلك نايس يعني انت اذا نقفت لك ولد بالحبس هالزنزانة بورته اياها بيقعد فيها بيتجوز بيجيب ولاد بيعيشوا بالزنزانة حلو هي كلمة زنزانة تقيلة على السمع بيولوجيكلي سبيكينج ثقيلة ليه من احنا اوتيل مان اوتيل سويت نايس رائعة احلى قعدة مان اكل مأمن له لعب مأمن له تسلية بده يفل من روميو بفل ساعة اللي بده بينط بيجيب له على الدخان برا بيجي رواق يعني روميو منه على الحبس انه كذا وما في حدا يظهر وجلادين وكبار رواق بيطلع بجزة بيروح هو والشاب اللي عم يحرسوا بيعملوا مشوارين بيروحوا على باب كذا يعني جميزة مان اوقات بتشوف شبيبة عم بيجزروا ومن روميو طلعوا عبالهم هيك